يقول: كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب الحديث، وبين قوله كما جاء في معنى الحديث عمل الرجل بخمسين؟ قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، فهل يكون عملي كعمل أبي بكر 50 مرة؟ ما هو بسباب هذا، لا تسبوا أصحابي على عمومه، لا يجوز سباب الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما أن عمل المتأخر في آخر الزمان اللي يصبر على الدين ويصبر على الفتن له أجر 50 من أجر الصحابة، يعني في هذا الأمر فقط، الصحابة أفضل منه في أمور كثيرة، ولكنه أفضل منهم في هذه الخصلة فقط، لأنهم كانوا مع الرسول وكان الإسلام قوي في وقتهم. أما هذا اللي في آخر الزمان، هذا ما له أنصار ولا له أعوان، ومع هذا صبر وقبض على دينه كما يقبض على الجمر، هذا له أجر 50 من الصحابة في هذه الخصلة فقط. والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، الصحابة لهم فضائل رضي الله عنهم أكثر مما معك. نعم.